أكد المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صرح أنه تلقى اتصال هاتفي من الرجاء الرياضي بهدف انتقاله إلى القلعة الخضراء خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية. ويذكر أن لاعب فريق الوداد الرياضي لعب على سبيل الإعارة من فريق رويال أنتويرب البلجيكي، حيث أنه تلقى عن طريق شقيقه اتصال من بعض مسؤولي الرجاء بهدف تعاقده معه تحت قيادة الرئيس الجديد للفريق الأخضر عزيز البدراوي. وأضاف مؤكدا أن الفريق الأخضر يرغب بتعاقد معه خلال فترة انتقالات الصيفية وبراتب أكبر من الوداد. وأتم: أنا لم تكن لدي اتصالات مباشرة مع مسؤولي الرجاء، لكنهم تواصلوا مع شقيقي في هذا الأمر الذي هو وكيل أعمالي. ولعب مبينزا لفريق الوداد الرياضي خلال الموسم المنصرم على سبيل الإعارة لموسم واحد من فريق رويال أنتويرب البلجيكي، وتمكن من التتويج بجائزة هداف البطولة بالإضافة إلى التتويج بلقب الدوري ودوري الأبطال. للتذكير، فإن اللاعب الكونغولي مبينزا لم يحسم بعد مستقبله مع الفريق، وأبدت إدارة الوداد رغبتها في الاحتفاظ به من خلال شراء عقده من نادي البلجيكي رويال أنتويرب، لكن اللاعب لا يريد تسرع بعدما تلقى العديد من العروض الأجنبية والوطنية من أبرزها من الرجاء والأهلي المصري بالإضافة إلى النادي الطائي السعودي. وأكدت عدة منابر سعودية بأن الطائي السعودي اقترب من حسم الصفقة لصالحه. في انتظار التوصل بآخر الأخبار، خليكم معنا.